البحيرة من البحيرات الاستراتيجية وتعتبر أكبر بحيرة في الشرق الأوسط، سعتها الخزنية تصل إلى 85.5 مليار متر مكعب عند منسوب 65 فوق مستوى سطح البحر. مشروع الثرثار محطات العائمة هو مشروع استراتيجي ومشروع حيوي يرفد نهر الفرات بالمياه لتعزيز الإطلاقات وإيصالها إلى المناطق الجنوبية وصولا إلى محافظة البصرة. وهذا المشروع مشروع حيوي أنشأته وزارة الموارد المائية لإنعاش نهر الفرات، ويتم تغذية بحيرة الثرثار من نهر دجلة عبر قناة دجلة الثرثار في أيام الفيضانات التي تحدث في حوض نهر دجلة. وحاليا وزارة الموارد المائية تقوم بسحب كميات من المياه من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات، حيث أن حوض نهر الفرات لا توجد فيه روافد من جارة سوريا والعراق، ولكن اعتماد نهر الفرات على بحيرة الثرثار وعلى نهر تحويل جزء من المياه من نهر دجلة عبر قناة التحلية لتعزيز نهر الفرات.